جابتها الحمايه نسيتي جابتها الحمايه جابتها الحمايه جابتها انا علاش باش نجيبها انا ما جاتش الحمايه تموت غادي كان هانا جبناها لهنا قالت لك اخويا ما عندناش اكسجين احنا نصبروا الساعه هانا صابرين هاك تخزر حالتها من الاول هاك تفر هاك تخزر على عين المكان انت قبلوه الداخل اللي خذاو من هنا يا اخويا ما خذاو منها حتى معطيات لحظه قالت لك حتى نستنوا الساعه هانا نستنوا لا قيدوا لا خذوا لا عملوا حتى شيء دكتوره كلمتين هذا وضع للناس وضع خايف على الاخر عبيد تغفق من كامل الشرائح العمريه الحق تعرفني شفنا الصغار شفنا الكبار ما فهمش بلايص في القروين الولايات الاخرى قاعده تحاول تاخذ من عنا مش نجم تاخذ كل شيء احنا لازمنا حل جذري للابيديمي هذه الخطرة وكيفاش توصل الوضع كيما هكا راهو وفيات باش تولي حالة معناها عمرنا ما تخيلناها وعمرنا مش باش نجم نتخيلوها. دكتورة احنا في الاستعجالي نقصد برشا دوسيات قدامك وناس مطيشة فشنو يستناو بالضبط؟ يستناو في أكاغ من عند دي زوبيتو معناها كلك سوا الميداني كلك سوا الميليتير الجديد اللي تحل سيرفيس كوفيد يا با دو بلاس بنومو اللي تحل با دو ديبي دوكسيجين كهو انا مستنيه معناها تحل الامور هذيا وقدره ربي ان شاء الله تتحل كهو خلينا نزيد انت مرهقه تو نخزر لك مرهقه تعبه وعندي خدمه الحق وماكش لاقي حل معاه ككل جارد عندنا من البرومي جوان واحنا كنت الحاله هذه ربي يعينكم ربي يعاونك انت يعطيك الصحه عايز يعطيك الصحه كنت تحكي على الوضعيه ما نعرفش شكون هي المراه هذه سامحني تجي منا على الضوء الوضعيه نتاعها هي خالتي يعني عندها دوره دائما جريده فهمتني اليوم انا تعبت برشا نزلنا للسبيطار الخاص بشبيك بيبي بعد نزلوها للسبيطار الكبير السبيطار الكبير نضرب الخاله نتاعها عاد لهنا طايشه لهنا في الاستعجالي حاسين من 6 نتاع الصباح واحنا في الواحد في شبيك غادي للسبيطار ولادها الأربعة دخلنا بها لهنا مشينا لهنا عملوا لك الأكسجين هذاك وقال لك خويا استنوا تمشي بلاصتك هذا السبيتار عملوه نتاع الكوفيد الجديد نتاع تبع الميليتير قال لك مازال ماهوش متوفر للتجهيزات نتاعو ما فماش مازلنا ما نعمل فيها شيء هذاك وهنا نسمي هكا ترى في الحالة نتاعها وهي توا العمر معناها هذيك العمر هذاك مازال معناها فيها ما يستنى كيك مانيش ضد البرسونيل راهو البرسونيل إذا كان هما أربع كعبات يدوروا في السبيتار فهمتني ويجوهم 20 و 30 مريض ما ينجمش يعمل شيء فهمتني مانيش ضدهم اما انا ضد الناس اللي ما يزيدوش البرسونيل اللي كان انت محتاجين برسونيل علاش ما تزيدوش ثم ناس قاعده طالب الخدمه ثم ناس تحب تخدم ثم ناس متحصلة على الطب نتاعها وناس متحصلة على شهيدة وناس متحصلة قديش ما يخدموش علاش تخلي انت تدور في ثلاثة وأربعة كعبات يدوروا فيها في 20 و 30 مريض يدخلهم في النهار فهمتني هذا هو ربي ان شاء الله يشفي ونحن حي والعباد شفت
العباد لبعض والاكسجين صرف الاكسجين صرف الاكسجين العباد تحت الحيط العباد قاعده تموت كل يوم فهمت ولا وعباد مبارك ولا من حاس بيك لا والي ولا معك مد ولا حتى حي فهمت ولا قسما بالله لا شيء اسف شيء اسف شيء اسف شنو نحكي لك شنو نقول لك هاتي تشوف عينيك وهذا تشد يقولك فهمت برشا هذه كيكه وصف من غير ما نحكيك من غير ما نقول فما حد شيء مرحبا وهذيك الحالة نتاعها من 6 نتاع الصباح من 2 ربي ان شاء الله يفرج بك هو يقول ربي يفرج بك هو